انت ليه كمانفاتيشن شيء مهم جدا بالنسبه لك انك انت تتعلم الجوريزم. انت هدفك اساسا انك انت تقدر تستغل المميزات اللي بيقدمها ليك الكمبيوتر كآلة، ان هو يقدر يحل مجموعه كبيره قوي من المعادلات بصوره روتينيه وسهله، وكمان ان هو يقدر يحفظ كميه كبيره قوي من المعلومات بصوره يمكن الوصول اليها بسهوله. طيب، معلومات اساسيه انت عارفها عن الكمبيوتر لكن ما تفهمش لكن مش مستوعب ابعادها، زي ان الكمبيوتر مثلا الات غبيه. الات غبيه بمعناها ان مهما كان الكمبيوتر شكله، ومهما كانت قدرته على التحليل ومهما كانت قدرته على تحليل البيانات، لكن في الاساس هو اله. ما تقدرش انك انت تكلمها باي لغه بشريه فبالتالي يقدر يفهمك، ما تقدرش انك انت توجه له امر زي مثلا قوم بعمليه معينه او ضيف رقم لرقم فبالتالي يقدر يديك الاجابه. لكن ايه الحل؟ الحل ببساطه ان الكمبيوتر كآله ليه اللغه بتاعته. طب ايه لغه الكمبيوتر؟ لغه الكمبيوتر هي لغه الاون والاوف لانجوج، او اللغه الباينري لانجوج، او اللغه الثنائيه. هي اللغه اللي انت بتكلم بيها اللمبه الموجوده عندك في الشقه، او بتكلم بيها اي جهاز، اللي هي ببساطه انك انت لما بتدوس على مفتاح الكهرباء بتؤمر اللمبه ان هي تنور، وبتؤمر اللمبه ان هي تطفي، بتوجه امر للمبه ان هي تنور او للاله ان هي تشتغل. وساعة ما بتدوس على المفتاح الكهرباء اوف بتؤمر الآلة او اللمبة دي ان هي تطفي. فبالتالي الكمبيوتر ما بيفهمش غير تسلسل من مجموعة من الاون والاوف، مجموعة من الـ الاوامر الثنائية اللي بتتكون ببساطة من كلمتين اون واوف، زيرو وواحد. هتقول لي ان مهمة كده صعبة، ازاي تقدر تحول اي مجموعة من الاوامر اللي انت عاوز الكمبيوتر ينفذها، او ازاي انك انت تقدر تحول مجموعة من الستيبس او الخطوات اللي انت عاوز الكمبيوتر يقوم بيها للغة الاون والاوف. هنا بيجي دور لغات البرمجة اللي هي بتقوم بوظيفة مكتبة من القواميس. كل قاموس من دول فيه مجموعة من الكلمات اللي انت ممكن تستخدمها انك انت تكلم بيها الكمبيوتر، او تكلم بيها الماشين او الآلة دي، وتقدر انك انت توجهها ان هي تقوم بعملية معينة. انت هنا وصلت لنص طريق. نص طريق ببساطة ان انت مش معنى انك انت عارف مجموعة من الكلمات انك انت تقدر تكون بيها جملة. فكل لغة مبرمجة من دي ليها الفوكابل، ليها الجرامر بتاعها الخاص بيه، او ليها القواعد اللي انت لازم تمشيها عشان تقدر تحول اي مجموعة من الكلمات لجملة مفيدة يقدر الكمبيوتر يفهمها، ويقدر الكمبيوتر ينفذ لك العملية اللي انت بتأمره بيها. وهنا جينا للجزء الثاني، ان انت عشان تكلم الكمبيوتر لازم تكلمه بمجموعة من الخطوات البسيطة، لازم تكلمه بمجموعة من الجمل البسيطة اللي يقدر يستوعبها. فبالتالي انت بتكلمه بمجموعة من الخطوات، كل خطوة بمعتمدة على الخطوة اللي قبلها، كل خطوة بتقوم بدور معين داخل الامر بتاعك، او داخل العملية اللي انت عاوز الكمبيوتر يقوم ينفذها. فالكمبيوتر بيقوم ان هو بيتتبع الخطوات دي لغاية لما يوصل لنهاية تنفيذ العملية اللي انت بتأمره بيها. فممكن الخطوات دي تكون مجموعة من الخطوات المتسلسلة، اللي هي ببساطة ان خطوة A بعدها خطوة B بعدها خطوة C، وممكن تكون عبارة عن خطوات شرطية، معناها ببساطة ان هو لما يقوم بالخطوة A لو تم تنفيذها يقوم للخطوة B، لو لم يتم تنفيذها في اللحظة دي يتوجه ناحية الخطوة C، او ان تكون الخطوة دي عبارة عن لوب، هي عبارة عن خطوة بيتم تنفيذها لما لا نهاية لغاية لما توصل لنقطة معينة بيتوقف فيها الكمبيوتر عن تنفيذ. ببساطة هو تعريف علم الخوارزم، اللي هو عبارة عن مجموعة من الخطوات الغير قابلة للتقسيم. هدفها في الأساسي إنك أنت تخلي الكمبيوتر أو تخلي الماشين اللي قدامك إن هي تقوم بعملية معينة. افترض ببساطة إنك أنت عاوز تقول للكمبيوتر أنا عاوزك تحضر لي كوباية شاي. اللحظة دي أنت لازم توجه للكمبيوتر مجموعة من الخطوات البسيطة اللي عن طريقها الكمبيوتر يقدر يوصل لنهايه ان هو يعمل لك كوبايه شاي. اول خطوه بتقول له ستارت، او ابدا، او جهز نفسك ان في مجموعه من الخطوات اللي جايه اللي انا عاوزك تقوم بتنفيذها. اول حاجه املا الكاتل بميه، تاني حاجه شغل الكاتل، بعد كده تجد الخط في فاملا الكاتل وشغل الكاتل، هي عباره عن خطوات متسلسله. بعد كده بيجي للخطوه الشرطيه، بص للميه، قيس درجة حرارة الميه، هل وصلت الميه لدرجة غليان ولا لسه؟ لو ما وصلتش الميه لدرجة غليان كمل انك انت تزود الميه بالحرارة، لو وصلت الميه لدرجة الغليان في اللحظة دي ابدأ انك انت تعمل لي كوباية شاي. وفي اللحظة دي بتنوه بتقول للكمبيوتر خلاص ستوب، تم تنفيذ العملية. بعد كده بتحول الكلام ده كله للغة البرمجة اللي الكمبيوتر بيفهمها، سواء كانت سي، سواء كانت جافا، سواء كانت بيرل. وفي اللحظة دي الكمبيوتر بيفهمك، وفي اللحظة دي الكمبيوتر بيقوم بالعملية اللي انت بتنفذها.